فهذه مسألة لها تأثير سلبي خطير جدا على العنف اللي بيحصل في المدرسة، وهذه مشكلة. بمعنى يعني من خلال تقارير تجي على الوزارة، فيش يوم بمر على الوطن إلا في مشكلة تقريبا في كل مدرسة. مدرستنا، مدرسة بيت عنان الثانوية للذكور، هاي هي جزء من المدارس في الوطن، وبالتالي أنا أعتقد إنه فيش يوم تقريبا إلا في مشكلة بين الطلاب بشكل متفاوت. طبعا كل يوم أكثر من يوم كذا، لكن في مشكلة حقيقية. المشكلة هذه ليس بدنا نعالجها يا إخوان، في شيء اسمه الثقافة في النهاية. الثقافة هي الطريق اللي بيسلكها الإنسان أو المواطن أو الشعوب حتى ترتقي في حياته وتوصل لشيء معين. فهذا أنا بقول شايف إنه يكون في هناك جهاز كمان اللي يشكل الواقع الثقافي على مستوى البلد، اللي نقدر من خلالها نخفض سقف العنف الأسري، ومن خلالها إنه خفض من العنف في المدارس. وهذه مشكلة. بس ده كادر عريض. نعم. ما بسبق 65 أنتم بتشكل مجلس أولياء الأمور، يفترض لمجلس أولياء الأمور يكون فيه مجموعة لجان. نعم صحيح. يا شباب مجموعة لجان ترفع هذا الحمل. نعم. لا إخوان معلش بس بتكمل دقيقة معلش اسمح لي. إخواني شايفها من خلال تشخيصنا ولقاءاتنا على مستوى الوزارة مع أوائل الطلبة في الثانوية العامة على مدار سنين وللسنة هاي كمان. بنلاحظ انه في هناك طلاب المتميزين المتفوقين اوائل الثانويه العامه في الوطن هم جماعه هادئين جدا، عندي بالاخلاق العاليه هم وصلت كمان. يعني تسال اب واحد متميز جامع على 10 اوائل الطالبين بدك شايف والله عنده حس دين، والله عنده حس اخلاقي، عنده حس ديني، عنده حس وطني كمان. وفي نفس الوقت شايف ما بيشوفش يعني انه بيمارس احدى الظواهر اللي بنشوفها على مستوى الوطن. هذه بالاجماع. اذا شو بنستنتج؟ إذا البيئة لها أثر، لازم الناس تتوعى على هيك أمور حتى نقدر نعالج ونتقدم شوي. نعم ماشي من عرف عالمي بس تفوت بالشخص كل يا ربي. أخ محمد اليوم مدير شركة الخليل الأستاذ نسرين عمر، تمام؟ لأن في كتاب نقل إحدى المدرسات ابنها أجى على مديرية التربية ورشك مي بالنار عليها. اليوم شو بدي لها بالحكي؟ هذا الإنكار طبيعي على البيئة اللي عايش فيها الطالب. مجلسنا ومجلس أولياء الأمور يا أخوان جزء أسوأ توليفة أو تشكيلة خرجت فيها التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم في الوقت. إنه كل مجلس أولياء الأمور مدعو على أي مدرسة هو المدير رئيسه والمدير اللي بيبني عليه التعليمات. بدناش إشي اسمه مجلس أولياء الأمور، بدنا إشي بهيئة أو بتوليفة أخرى خارجة عن في القانون خلينا نفهم قانون مجلس أولياء الأمور. في القانون اللي وضعه وزارة التربية والتعليم بس انتهى يا إخوان. في القانون ما عم بعرف الحكي بس كمان بعرف إنه قد يكون مدير المدرسة هو رئيس مجلس الإعلام. نعم يا اسماعيل خلينا بس اخوان نطلع بصوت سياره. انا بديش اروح للطالب راح نشوف اسماعيل حط زي هذول الشيء. انا بقول له غير درس مدير عقاري شيء معنا لا تسوي شرحه بدي هي سياره هي عليا بالبلد ليش حدا يحكي. انا جبت ما اقول لك ننتقل للتوصيات. برضه لازم على السريع بدنا كل واحد توصيات يحكيها. على مستوى البلد الجامعة 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 على مستوى البلد الج
انها تيجي تقيم هالنقاط جميعها وتخلص منها نتائج وتحطها وترتبها ويتم الدعوه لاجتماع موسع في بيت الاعلام حتى يتم نقاش هالجمعه ويصير المحلات الشيء في الجامعة يا اخوان يتم التأشير حقيقة والتحديد لناس يكونوا متخرجين من حقوق الدولة السعودية حرام عليك في الجامعة يا استاذ الجامعة حرام عليك الجامعة حرام عليك يا ابو علي هل كالتوصيات يعني صار شبه متداول بين اللي بنحكي في بعضنا ان خلينا نسميها هيئه خلينا نسميها لجنه مجلس اعلى في بيت اعلام نبعد عن التسميات بدناش مجالس يا سيدي ماشي بدنا اي تسميه بنتفق عليها تكون من ذوي الاختصاص والناس اللي عندها القدره وعندها الخبره وعندها التجربه في هالموضوع وهذول الناس هم اللي يتساعدوا مع الاخرين في انهم يوضعوا توصيات ملزمه للجميع في بيت عنان توصيات سريعه يعني في هذا الاسبوع في نفس الوقت يا محمد احنا لازم نرفع من قيمه التعليم في بيت عنان يعني الطالب اللي يصير ينظر للتعليم نظره مختلفه بجوز الفرق بيننا وبين الشمال للاسف الشديد ان ابن الشمال بشوف التعليم زي نظره البنت اللي قالها محمد انها بتشوفه انها متنفس ان اذا تعلم هو ارتقى بمستواه اذا تعلم هيتحسن وضعه في المجتمع مصدر يعني ليكن احنا برضه لازم نشتغل في على ثقافه الافراد الموجودين ثقافه الولد الصغير في المدرسه ان التعليم هذا شيء مهم لك التعليم بنفسك في حياتك بأسسك حتى ممكن مستقبلا انا اذا بصير اجوز بنتي اشترط انه يكون متعلم طب بلش الشمال بوجه يعني الشمال على حسب يدرس وهاي ما تطلعوا انتم بالنتائج بتكون استاذ مصري، استاذ عبد المعين، استاذ كمال، ابو معن، الاساتذه اللي على الاقل الفاعلين المسؤولين الخبره والفكره موضوع الاعلام ثلاث اربعه من اللحظه خمسه وهذا كلام احكي عشان معلم ثبت المهارات اجمع على انت الاستاذ ابو معن والاستاذ كمال والاستاذ رياض والاستاذ اسماعيل والاستاذ مصطفى والاستاذ عفان وهي جنبك وهي خالد والاستاذ خالد الاسم بالاسم بالاسم على فكره كتب بالاسم طب اكتب محضر يا اكتب اسم الاسماء شو تجاوب؟ الدور الايجابي اللي راح الناس جاهزين بكل امكانيات وطاقاتنا اننا ننفذ المشروع اللي انتم بتقروا ننفذه واذا كان لابد من يعني بديش اشوف ان نفتح حرب مشان ننفذه هيك معناتها هذا الكلام هذا الكلام النقاش فرق يعني مقترحات الان اضافيه صارت للناحيه حابين نوصلها الان كويس مش الاسبوع الجاي المطرح اما يفتح المجال للحديث عنها شفويا او انه تعطى ورقه لاي انسان حابب يعمل توصيات نعطيه اياها وانتم بعدين تصيروا يا اخي انا مش مصلحه بعيد ولا اعلم الحلقه جزء من ابو عدي يا سيدي احنا جزء كمان انا معي يا اخوان انه قبل الاجتماع الموسع انه نهيئ الناس كل واحد الطريق انا مع هذا الحكي لانه ممكن توجه دعوات لكل الناس وما يجيش معي كل واحد لكن كل واحد فينا مؤتمن ان شاء الله على اساس يهيئ اللي بيقربنا او جارنا او صاحبنا او حبيبنا الى دعوات منطقه احنا مش مختلفين مع عدد بس يوم انت بتسوي دعوات بدك تسوي لك 200 دعوه خلي المنطقه بافر جيب الناس الايجابيين، جيب الناس اللي بيقولوا معك، جيب الناس اللي بشكل رافعة، مش قبل مش من عند العقل، واجيبها حطها ونصير في حرب، فكرة بسيطة بنجيب الناس دائما الايجابيين، دائما الناس اللي بدهم يخدموا، اللي بدهم مصلحة الأولاد، اللي بدهم الانطلاقة وستجد الجميع يكتفي بعدها لأنه بيكون في انتصار عندك قاعدة عريضة
دافع يعني ساحبها بعطايا وبحكي عن 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 اولياء بس انا بقول انه كلاهي مش اولياء امور يا محمد بدنا ننسى مجلس اولياء امور احنا اولياء امور في اقتراح من الاخوه من هنا انه يكون الاستاذ موسى كمان زناوي محمد سمير غير الطاوع وصفي استاذ خالد انور خالد رمشد وعرفان وروحي عن المجلس تكون هي بمثابه اللجنه الاولى اللي كل واحد عنده اي شيء بخصوص هذا الموضوع يوصل لهم اياه حتى يقدروا يصيروا شيء رسمي وفيما بعد يتم الاتفاق على شكل نهائي وتلعب المساله اسماء ايوه اسماء في حدا عنده رؤيه ثانيه يا ابو طلش بعيد خلاص